وكفى وسلام على النبي الذي اصطفى لا سيما النبي المجتبى المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. محمود هات السنه ابتداء، نريد ننتهي من الكتاب كلية لندخل مكانه صحيح البخاري جزء من اجزائه، لعل الله تعالى يجعلنا يعني الهمه ترتفع عندنا بعض الشيء حتى ننتهي من الصحيح. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الإمام ما زلنا مع كتاب الإمام أبو بكر الأرخ أبي بكر الخلال وما زلنا. قال الإمام رحمه الله، أنا نبدأ من أخبار سليمان بن أشعث. قال سمعت أبا عبد الله وأخبار محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وأخبار محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. وأخبار محمد بن موسى ومحمد بن جعفر أن الحارث حدثهم قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يا أبا عبد الله أليس تقول القرآن كلام الله ليس مخلوق. وعلى كل حال وجهة. قال أبو عبد الله نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قرأت على أبي عبد الله قل هو الله أحد فقال هذا غير مخلوق. ثم قال أخبرنا عبد الله بن محمود بن أفلح بعين زربة أو زربة ما أدري ما ضبطها قال سمعت أبا بكر بن زنجويه يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. ثم قال أخبرنا سليمان بن أشعث قال سمعت إسحاق يعني ابن راهوية ذكر اللفظية فبدعهم. وأخبرنا سليمان قال سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن اللفظي فقال لا تجالسه ولا تكلمه. ثم قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قال لا يصلى على اللفظية. قال أبو بكر الخلال رحمه الله فهذا الذي ثبت عن أبي عبد الله رحمه الله في اللفظ الأخير وأولها قصة المطاعم وقال عن أبي عبد الله وأصحابه الثقات وقصة حمداويه بن شداد وما أنكر عليهم أبو عبد الله فثبت عن أبي عبد الله الإنكار عليهم فيما حكوا عنه وثبت عنه من الجميع أنه أنكر على من قال هذه المقالة وأمر بهجرانهم. وقال أبو بكر الزنجويه خاصة عنه أنه بدعهم. فهؤلاء الكاذبون الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هذا وهؤلاء الجهال الذين يقولون كيف أنت يا رحال كيف أسنانك رضي الله عنك تفضل أكمل رحمه الله. المقالة ثم بعدها قول الشيوخ فالرجوع إلى الحق خير من الإقامة على الباطل. ثم قال أخبرنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحسين قال سمعت أبا الحسن عبد الوهاب الوراق يقول أبو عبد الله إمامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق. من هؤلاء عند أبي عبد الله الذين خالفوا قوله إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني بمن اقتديت أي شيء أقول وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام. وأبو عبد الله عالم هذه المسألة وقد بلي منذ 20 سنة في هذا الأمر. فمن لم يصر إلى قول أبي عبد الله فنحن نظهر خلافه ونهجره ولا نكلمه. وإذا قلنا إن القرآن غير مخلوق ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي وأي شيء بقي فإنما هذا من طريق أصحاب الكلام لا يفلحون. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الوهاب يعني الوراق يقول لإسحاق بن داود ما رفع الله أخاك بما سمع يخالف أبا عبد الله. فقال له إسحاق قد كتبت إلى أخي إنما ارتفعت بأبي عبد الله فإن أظهرت خلافه وضعك الله. قال إسحاق قد جاءني كتاب أخي بخطه أما إذا صح عندك أن أبا عبد الله نهى عن هذا ومشي خاتنا هؤلاء تبعا. قال إسحاق بن داود نحن نقتدي بمن أحمد بن حنبل إمامنا وهو من الراسخين في العلم يقول ما سمعت عالما يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام. إذا كنا من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فنحن نهجر ولا نكلم وهذه بدعة وما غضب أحد في هذا الأمر إلا وهو دون غضب أبي عبد الله. عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكنون. وأخبرنا أبو بكر
بكر المروزي قال سمعت أبا الحسن علي بن مسلم التوسي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول أبي عبد الله. وبه نقتدي إذ كنا لم ندرك في عصره أحدا يقدم العلم والمعرفة والديانة، وهو وإن كان مقدما عند من أدركنا من علمائنا، فما علمت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر، فهو قدوة وحجة لأهل هذا العصر ومن بلي بعدهم، فنحن متبعون لمقالته وموافقون له. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق قد ابتدع، وليس هو من كلام العلماء، وهذا مما أحدثه أصحاب الكلام المبتدع. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك وغضب منه الغضب الشديد، وقال ما سمعت عالما قال هذا. فمن خالف أبا عبد الله فيما نهى عنه فنحن غير موافقين له، منكرون عليه. وقد أدركنا من علمائنا مثل عبد الله بن المبارك وهشيم بن مشيد وإسماعيل بن علي وسفيان بن عيينة وعباد بن عباد وعباد بن العوام وأبي بكر بن عياش وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ويحيى بن أبي زائدة ويوسف بن يعقوب الماجشون ووكيع ويزيد ابن هارون وابي اسامة، وهؤلاء كلهم قد ادركوا التابعين وسمعوا منهم ورووا عنهم، ما منهم احد قد نزل بالقران غير مخلوق، والحمد لله فنحن لهم متبعون. ولما احدث بعدهم مخالفون. واخبرنا ابو بكر المروزي قال سمعت اسحاق بن حنبل عم ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، ومولده في السنه التي توفي فيها سفيان الثوري سنه 61 و100 رحمه الله، يقول القران كلام الله وليس مخلوق، ومن قال لفظ القران مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن رضه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع. وقد نهى أبو عبد الله عن هذا وغضب وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يوسف فمن حكى عن أبي عبد الله أنه قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فقد كذب، ما سمعت أبو عبد الله قال هذا، إنما قال أبو عبد الله اللفظية جهمية، وأبو عبد الله أعلم الناس بالسنة في زمانه. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا يوسف. شوف رجوع للراسخين والتفاف حوله، وعندما أسس الرجل للعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة قاموا جميعا خلفه يحوطونه، يأخذون بقوله، يدفعون عنه كل بدعة، وأيضا يردون من خالف قوله. ما دام وزان الكلام عنده اتزن بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذوه أسوة. كذلك قلت أنه لابد من الالتفاف حول الراسخين من أهل العلم، يعني لا أقول التفوا حول طلبة العلم، الراسخين من أهل العلم. وجب ذلك في هذا الزمان الذي يعني كثرت فيه الفتن واختلط فيه الحبل بالنابل، ولم يظهر من العلماء إلا النادر القليل، والنابتة الصغيرة لا تتقن شيئا لكنها تتربع على عرش المقدمة. الظهور قاتل قتال، ولذلك لابد أن تختبر الناس علميا حتى تلتف حول الراسخين فيكون الأمر على النجاة وعلى الفوز وعلى العقيدة التي اعتقدها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لن تفوز إلا بذلك، لن تنجو إلا بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بطريقنا. ماشي تفضل. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا يوسف يعقوب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع محدث يهجر ولا يكلم ولا يجالس، لأن القرآن من صفات الله وأسمائه، والقرآن كلام الله، كيف تصرف غير مخلوق. ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من قال هذا فهو كذاب. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر صاحب عبد الرزاق يقول القرآن كلام الله غير مخلوق وحيث تصرف، والقرآن من علم الله، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو كافر، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كيف صحتك الآن؟ تفضل محمود. لا تقف أنت، لا تقف. غير مخلوق فهو فلم أرى أحدا من العلماء قال لفظ بالقرآن غير مخلوق، ونحن متبعون لأحمد بن حنبل في هذه المسألة، فمن خالفه فنحن منه بريئون في الدنيا والآخرة. سمعت عبد الرزاق يقول إن يعيش هذا الرجل يكن خالفا من العلماء، يريد أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم، ومن قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. أدركت ابن عيينة ويحيى بن سليم وكيع بن جراح وعبد الله بن نمير وجماعة من الحجاز والبصرة والكوفة، ما سمعت أحدا منهم قال لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل إنها أن يقال لفظ بالقرآن غير مخلوق، فمن خالف ما قال أبو عبد الله فقد صح بدعته. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني ابن عم أحمد ابن منيع
لمنيع يقول أدركت إسماعيل بن علي ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون وكيع بن جراح وجماعة ما رأيت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر. قال حنبل فقد صح عندنا أنه نهى أن يقال لفظ بالقرآن غير مخلوق. وقال ما سمعت علما قال هذا. قال أبو يعقوب القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. ومن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وأحدث بالإسلام أمرا لا نعرفه. أدركنا مشايخنا وأئمتنا مثل معاذ ويزيد فما أدركنا أشد منهما على أهل البدع. فما سمعناهما ولا غيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول. وقد صح عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمن أحمد بن محمد بن حنبل أنه نهى أن يقول بالقرآن غير مخلوق. وقال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يعقوب نحن لم نسمع عالما قال هذا ولا بلغنا عن عالم أنه قال منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا هذا. وإنما نحن أصحاب اتباع وتقليد لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحمه الله لا نحدث بعدهم حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا قاله إمام فمن خالف أبا عبد الله فيه هذا حجرنا وحذرنا عنه حتى يرجع إلى قول أبي عبد الله والعلماء. قال أخبرنا أبو بكر المرضي قال سمعت علي بن شعيب صاحب شعيب بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر. وما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق. ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فلا نكلمه ونحجره. قلت له فأدركت أحدا من العلماء يقول لفظ بالقرآن غير مخلوق أو صوتي بالقرآن غير مخلوق. قال معاذ الله. ثم قال قد قال لي رجل بضده فقلت له علينا أن نقول بضد الشيء وعلينا أن نقول بضد الشيء. ثم قال أحمد بن محمد في زمانه أو في مثل هذا الزمان مثل قول علي لولا أن أحمد مثل هذه المواضع من كنا نحن المساكين. فمن خالف أحمد بن محمد بن حنبل في هذا هجرناه ولا نكلمه. أحمد سيد الآن. هذا جيد جدا جزاك الله خيرا أحسن الله عليك رفع الله مقامك. يعني لعلنا نختم الكتاب ليلا بإذن الله تعالى. كله كما قلنا الآن فيه من الأهمية بمكان في مسألة من الأهمية بمكان وهي الالتفاف حول العلماء الراسخين. المسألة المهمة في هذا الباب كما قلنا هو الالتفاف حول الراسخين من أهل العلم والثقة بكلامهم ما دام الكلام على وزان الكتاب والسنة. ولا بد أيضا من تمحيص الأمر. نحن لا ندعي لأحد أن العصمة ولكن ما دام الكلام يتسق ويتفق ويأتلف على الكتاب والسنة هو نابع عن العقيدة السلفية الصحيحة فوجب الالتفاف حول المتقن في هذا الباب الراسخ في هذا الباب لا غلو ولا جفو. ولذلك كانوا يدفعون عن أحمد أي قول ويتبعون قول أحمد بن حنبل ويتتبعون قول أحمد في هذا الباب. وأحمد كما قلت اتبع طريقة سد الذريعة حسب المادة. من قال القرآن مخلوق فقد كفر لأن هذا جهمي. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذه المعتزلة قالوا بذلك يتخذونها وتكئة من أجل أن يصل إلى القرآن مخلوق. ومن قال القرآن غير مخلوق فهذا مبتدع ضال لأنه ما أحد قد قال من العلماء بهذا القول السالفين. لذلك قالوا لنا أن العقيدة لا تفترق. العقيدة شيء واحد. العقيدة طريق واحد وعلى الإنسان أن يعلم أنه لا يخالف السلف فيها. والمسألة دائرة على الكتاب والسنة. المسألة دائرة على الكتاب والسنة. فأنت عندما تقول أنا أتفق مع السلف أنا أخذ كلام السلف بدأوا كلام السلف الذين تتبعوا الكتاب والسنة وأفهمون معنى الكتاب والسنة بفهمهم. هم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. لكن لو أتانا قول ليس عليه أي دليل ما الكتاب والسنة لا نأخذ به. إذ الأصل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمسألة دائرة هنا على من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ضال لأنه يتخذها تكية إلى أن يقول القرآن مخلوق. ومن قال لفظي في القرآن غير مخلوق هذا أيضا فيه بدعة لأن السلف لم يقولوا بذلك ويتكئ لتيسير الأمر على العوام فيدخلون عليهم كل بدعة من كل حد بصر. إذن لا بد أن يكون الأمر هنا على وجود الراسخين من أهل العلم. وأيضا لا بد من الالتفاف حول الراسخين فقط في هذا الباب. ليس الأصاغر فقط يا معاذ. هناك من يكون يعني يكون علميا فاضي علميا وأيضا ليس عنده إبداع أو لكنه يعني يستطيع أن يسرد ما يملى عليه بالورق المكتوب فيتكلم به فيحسب الناس أنه عنده علم. وهذه تعتبر يعني من علامات الساعة. فشو القلم في هذا الزمان من علامات الساعة. والمشكلة الكبيرة بأنه الآخر يسب الذي تقدمه يعني ويسيء إليه ويتكلم عنه. وهذه المسألة مسألة عظيمة جدا. مسألة عظيمة لأنه كما قلت ليست نابعة إلا عن جهل. والجهل هو جهل مركب. لذلك قلت لابد من إحياء المسألة على الالتفاف حول الراسخين من أهل العلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.